إلى أين؟ تحريض إسرائيلي على مصر من متطرفين إسرائيليين، الدولة المصرية موجودة، بيتكلموا على هيحصل تهجير، يعني هيحصل تهجير، دي المخطط اللي تشتغل عليه إسرائيل. ضربوا امبارح بالليل رفح، في أكتر 100 شهيد حتى الآن، مئات المصابين، وبالتالي الخطة شغالة، وعندك 1.25 مليون واحد على حدودك الناحية الأخرى. رايحين فين؟ رايحين في يعني مواجهة، أنا رأيي الجزء الكبير فيها لا يزال على داخل غزة مش تجاه مصر. أسباب والكلام ده ممكن نتكلم فيه، إنما أنا اللي شايفه فيه عنتريات إسرائيلية كتير. يعني العادة كانت العنتريات بتبقى على الجانب العربي، يعني اللي شفناها في 67 في مراحل أخرى من الصراع، إنما الآن بنلاقي عنتريات أولا، أصوليات دينية ثانيا، كلها هي اللي بتحاول إنها تكسب الجولة داخل الساحة الإسرائيلية. ورأي ان هم يعني واقعين في فخ كبير جدا بالنسبة لإيران، يعني إيران نجحت في اللعب بيهم، وأن هم يقوموا بإظهار الوجه القبيح اللي هي إيران كانت عايزة تعمله عشان تبقى هي اللي شايلة القضية الفلسطينية إلى آخر، يعني واستخدام أدواتها اللي هي موجودة في المنطقة. لكن الجديد في الأمر إن العالم بيتغير، يعني إسرائيل لأول مرة ما تبقاش كسبانة التعاطف الدولي، كانت قبل كده كنا نشكو دائما إن هم أكثر مهارة مننا. الوضع الحالي يعني زيادة في عام 2023، زيادة في الحاجات الخاصة ضد السامية، ضد اليهود، بحوالي 500%. تعرف في بعض العادات اللي بيعملها الناس اللي بيكرهوا اليهود، يروحوا مثلا المقابر بتاعتهم، يعملوا العلامات النازية أمام بيوتهم إلى آخره، الحاجات دي بتتحسب. دي زادت بنسبة 500% خلال العام الماضي. حاصل يعني نوع من الاندماج كده ما بين اليمين المتطرف الغربي والقوى المعادية لليهود. ففي ثمن كبير بيدفع في العالم، عمرهم ما شافوا مظاهرات بهذا الحجم تقريبا. بعض المحاكم في شيكاغو وفي أماكن أخرى حكمت بأنه إسرائيل توقف وقف إطلاق النار فورا، وهو لما لا تريده إسرائيل. هولندا النهاردة محكمة منعت تصدير لإسرائيل بعض قطع F-16 أو F-35. يعني دي يعني هتلاقي أمثلة كتير من هذا النوع، إنه العالم شايف إنه فعلا في حرب إبادة جماعية، وإنه العرض اللي تم قدام محكمة العدل الدولية كان صحيحا، وإنه حتى في ممارسات الآن بالنسبة لموضوع رفح، لأنه المحكمة لسه ما حكمتش بأنه في إبادة جماعية، لكنها طلبت من إسرائيل أنها لا تقوم بالإجراءات التي تؤدي إلى الإبادة الجماعية. والنتيجة؟ فما تقوم به بالضبط في رفح الآن بدايات لهذه الإبادة الجماعية. فالعالم كله يقف ضد إسرائيل النهاردة، وده مكسب ليس قليل يعني.